السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقة غنية بالمعلومات، بالتفاصيل، بتقديم الخدمات كما هو شعار البرنامج أو اسم البرنامج بخدمتكم. اليوم راح نستضيف أخوة أعزاء، أساتذة، مدراء بلديات بما يدور حول العاصمة بغداد، من أهم المناطق، من أهم البلديات اللي هي تقدم خدمات، ومن المفروض أن هي الحلقة الرابطة ما بين المحافظات وبغداد العاصمة. ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ المهندس أنمار ناظم، مدير بلدية حي وحدة. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ، شرفنا بكم اليوم. إن شاء الله تكون حلقة غنية بالمعلومات والتفاصيل عن أبناء مناطق اللي يتم الحصر بينهم صلاحياتكم من أعمالكم. إن شاء الله. شكرا جزيلا على وقت. الأستاذ المهندس إسماعيل لفتة، مدير بلدية اللطيفية. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ. أهلا وسهلا. الله يحفظك أستاذ إسماعيل. نبدأ أسئلتنا مع المهندس أنمار ناظم. أستاذ أنمار، حتى يعرف المشاهد كذلك، راح يكون نفس السؤال لأستاذ إسماعيل، ما هي حدود أعمالكم؟ أي المناطق اللي هي مشمولة بتقديم الخدمات في بلدية الوحدة؟ نعم، بالنسبة لناحية الوحدة أو حدود بلدية الوحدة، هي طبعا تابعة القضاء المدائن. مدائن تشمل عدة أحياء، من ضمنها الزهراء اللي هي تشمل منطقتين، منطقة المعمل ومنطقة الخالصة، جانب أيمن وجانب أيسر. خدمات تشمل تنظيفات، يعني هذا شيء ثابت ومتعارف عليه انه التنظيفات بصوره رئيسيه. يعني عفوا يعني قاطع كلامك استاذ المر، يعني تبدا حدودها يعني من جسر دياله؟ اكو حدود مشتركه، يعني يعني حدود مشتركه واقعه بالمنتصف، يتخللها حدود محافظه بغداد، تابعه لمحافظه بغداد، لا انه ولا بلديه الجسر. اكو منطقه فراغ تابعه للمحافظه. جميل. نعم. هاي المناطق مسؤوليتكم؟ كلها بمسؤوليتنا اكيد، والخارج حدود مسؤوليه الناحيه. مديرية ناحية الوحدة. هاي ناحية الوحدة لمن تابعة؟ تابعة قضاء المدائن. إدارياً. إدارياً. نعم. يعني هي من ضمن بغداد. من ضمن بغداد، تابعة لمحافظة بغداد، نعم. من المسؤول عليها؟ أمانة بغداد؟ لا، مديرية بلديات بغداد. مديرية بلديات نعم بغداد. اللي هو أستاذ ياسر. أستاذ ياسر المحترم. جيد، أحسن. نعم. بارك الله بكم. أستاذ إسماعيل، بلدية اللطيفية. طبعاً بلدية اللطيفية منطقة أنا دائماً أروح للجنوب. شوفها واسعة كبيرة جدا، يعني ما هي حدودها؟ بداية التحية للدكتور الفاضل والتحية لضيفك الكريم المهندس أنمار مدير بلدية اللطيفية. بلدية اللطيفية هي تقع في جنوب بغداد، المنطقة الفاصلة بين محافظة بابل وأطراف بغداد. أكو حدود إدارية للناحية وحدود إدارية للبلدية. الحدود الإدارية لناحية اللطيفية تبدأ من بداية قضاء المحمودية وصولا إلى الحد الفاصل اللي هو جسر الحسوة اللي تابع لمحافظة بابل. أما حدود بلدية اللطيفية هي الأحياء السكنية، تبدأ من الجسر، بداية الجسر الحولي إلى بداية إلى نهاية جسر القامشلي، وهي تحتوي على تقريبا 5 أحياء سكنية مأهولة بالإضافة إلى أحياء سكنية غير مأهولة في طور الإفراز والتوزيع القطاع الأراضي لها. تقريبا ايش قد عدد السكان؟ تقريبا 30,000 نسمة. 30,000 داخل حدود البلدية. هاي خدمات المفروض يعني تقدم ميزانية كبيرة، العدد غير عادي يعني. نعم. احنا الكل يعرف هي الميزانية لحد الآن لم تقر في العراق بصورة عامة، وهذا يسبب طبعا إرباك في عمل دوائر الدولة ومن ضمنها أعمال البلدية. لكن إحنا بلديتنا الحمد لله قامت بأعمال بتبليط حي السلام وحي حي الزهور، وكذلك وتم إنجاز عمل بنسبة 100%، وتم إكمال البنى التحتية كاملة من ماء ومجاري، والآن عندنا حي 14 تموز قيد الإنشاء، تمت مباشرة بأعماله، وصلت نسبة الإنجاز ما يقارب 50-60% نسبة الإنجاز. إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة سيتم إكمال أعمال تبليط حي 14 تموز، بالإضافة إلى يبقى عندنا 3 أحياء، هو حي القادسية وحي الخضراء والحي الصناعي،
واحنا تم اعداد كشوفات من قبل الكوادر الهندسيه في مديريه بلديتنا، وتم استحصال الموافقات الاوليه وهي في طور الموافقات النهائيه ان شاء الله. احسن تبارك الله بك استاذ اسماعيل. استاذ المار، كثير الناس تسال حول قضيه توزيع العراق. دائما ما يلام هم مدراء بلديات ان كان في المحافظات او في عاصمه بغداد. احنا ما محصلين شبر من العراق يعني. دائما يعني دائره الضوء تقع على البلديات. شو الاشكاليه بتوزيع القطاع؟ طبعا هذا موضوع كلش مهم استاذ. الناس المواطنين يعتقدون انه الامر بيد البلديه. بس هو موضوع اكبر من هذا الشيء. انه عندنا اشكاليات احنا هسه حاليا مع وزاره الماليه ومع وزاره الزراعه. توسعنا المفروض حدود البلديه اللي نضمها ان قرار ضمن عقود يدرس اسماعيل عقد 315 وعقد 117. كتاب مجلس الوزراء اعطانا حق انه ننهي العقد ونستملك الارض اللي هي داخل حدود البلديه. مع الاسف ماكو تعاون من وزاره الزراعه. لحد الان؟ لحد هاي اللحظه. المشكله الثانيه شنو السبب عفوا استاذ؟ شنو السبب يعني؟ هل هي اراضي زراعيه وما يحلوا الجنس؟ لو اصلا هم متزمتين اراضيهم يعني وزاره الماليه ما هو هذا باب. وهي اساسا اكو قانون بلدي انه كل ارض تدخل داخل الزراعيه تدخل داخل حدود البلديه تابعه للدوله المفروض نستملكها البلديه من القوانين النافذه. نعم. يعني ما عندكم قطع اراضي لحد الان مستملكيها؟ احنا بالنسبه لبلديتنا عندنا قطعه تقريبا 163 دونم جاري العمل عليها حاليا وان شاء الله تفرز عن قريب. يعني ممكن توضعوا الاستثمار لو كان بالنية يعني شنو؟ لا، النية توزيع المواطنين خاصة الشهداء ذوي الشهداء. نعم. توزيع افقي مو عمومي. افقي نعم استاذ افقي. تقريبا 625 قطعة جاري العمل بها وان شاء الله تكمل يعني بنهاية السنة. في اي منطقة بحي؟ منطقة حي السلام. حي السلام. متعارف عليها الزجاجية يسموها. مستحدثة لو هي منطقة قديمة يعني موجودة بس مجرد قطعة فارغة تابعة للبلدية. زين اشتغلنا عليها. شلون بالانفجار السكاني؟ انت ايش قد عندك؟ 40,000 تقريبا. 40,000؟ نعم. شلون قاعد يعني هاي ال 40,000 راح تكون ايش قطع اراضي؟ مع العلم انت الرقم الموجود لعدد الدوانم ما راح يكفي كل الناس الموجودين. اكيد. صح ولا لا؟ هاي مشكله نعاني منها. قلت لك استاذ المفروض يعني تعاون يصير من وزاره الماليه. عندنا عقارات تابعه لوزاره الماليه. شنو سببهم يعني هسه وزاره الماليه شنو السبب ليش ما توافق؟ ما اعرف المفروض اكو لازم انت من دز كتاب اكو اجابه. الماليه شنو جاوبتك؟ يرفضون الاجابه. يدري استاذ اسماعيل دزينا كتب بالجرد كامل بالاراضي نريد نستملكها حسب قانون 80 اللي هي استملاك بدون بدل. تمام. ماكو رد. استاذ اسماعيل ايش قالوا لكم؟ استاذنا الفاضل هو موضوع استملاك الاراضي المسؤول يعني الروتين الموجود في وزارة الزراعة هو روتين قاتل جدا. يعني أولا هو حتى تستملك البلدية يجب فسخ العقود الزراعية حتى مالية يعني يهبها إلى البلدية وتستملك البلدية. الزراعة حتى يفسخ العقد يجب أن يعني وزارة الري مديرية الري لازم توافق انه هاي ما ليس لها اي حصه مائيه. تمام. فهذا الروتين احنا ماشيين به يعني بس هو روتين يعني شويه معقد ومتاخر. ما زال لحد الان يتعاقدون مع الفلاحين؟ لا، داخل حدود البلديه ما من حقهم يتعاقدون حتى المجاور لحدود البلديه الا موافقه البلديه والبلديه مش جيد. هذا قرار من صالحكم يعني؟ ايه هو يعني احنا ماشيين خطوات يعني جيده الحمد لله على بس نفسخ وزاره الزراعه تفسخ العقود الزراعيه وكذلك تقوم بلديتنا بفتح دورات الماليه وعقارات الدوله تحويلها هاي باسم البلديه وعندها هاي يتم التوزيع. جيد. بما انه نتحدث عن تمليك الاراضي وتوزيعها مشروع داري وتفاصيله يعني شنو ما لكم حصه فيه؟ والله استاذ احنا كل منطقه كل قاطع مثلا قاطع المدائن يتكون من اربع بلديات اعتبرونا كلنا منافذ نستلم معاملات المواطنين حسب مبادره السيد رئيس الوزراء المحترم. التوزيع جاري الافراز حاليا منطقه الورديه بالنهروان جاري افرازها ان شاء الله وعن قريب ان شاء الله يتم توزيعها. استاذ اسماعيل بما انه احنا الان بايام اربعينيه الامام الحسين عليه السلام واللطيفيه هي منفذ مهم من الشمال الى الوسط باتجاه كربلاء تقع على عاتقكم مهام كبيرة جدا عملية
النظافة، عملية تقديم الخدمات البلدية، إنارة الشوارع ولا غير ذلك. ما هي أعمالكم أثناء محرم الحرام وزيارة الأربعية؟ احنا بداية نشكر السيد محافظ بغداد المحترم الأستاذ محمد جابر العطا لدعمه المتواصل إلى مديرية بلدية اللطيفية التي عانت ما عانت بالسنوات الماضية، وكذلك الشكر موصول إلى الأستاذ ياسر قريشي مدير بلدية بغداد المحترم. بلديتنا قامت وتقوم بتقديم أفضل خدمات إلى زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام، فتم استنفار كافة جهود الآلية والبشرية والفنية والهندسية، وتقوم بتنظيف المواكب وتوزيع المياه وتوزيع الحاويات وتوزيع الأكياس النفايات، والعمل على ثلاث شفتات، شفت صباحي وشفت يعني مسائي وشفت ليلي، والحمد لله وشكر يتم تقديم أفضل الخدمات. كذلك وحسب تجسد المحافظ أنشأنا موكب باسم محافظة بغداد باسم مديرية بلدية اللطيفية لاستقبال الزوار الكرام. جيد، أكو تعاون وزارات أو دوار مع بلديتكم وأثناء الخدمة؟ والله إحنا يمكن مدينة ناحية اللطيفية، ناحية اللطيفية يمكن الناحية يمكن أقول الوحيدة بالعراق اللي كل الدوائر متعاونة بشكل غير مسبوق، والشكر موصول إلى القوات الأمنية وعلى رأسها قائد فرقة 17 والسيد عامر الفوج الثانية المقدم عبد الوهاب، جهوده جبارة وجهوده استثنائية في تقديم سواء خدمات للزوار أو سواء بمساندة البلدية لرفع التجاوزات داخل حدود البلدية. جيد، بما أنه تحدثت عن خدمات الزائرين، قضية موضوع التبليد تناولنا بشكل سريع. نعم، مثل ما تفضلت، هاي العملية غطت كل القضاء لو بعد عندكم إشكاليات؟ الآن مثل ما سبق وقلت إنه إحنا عندنا ستة أحياء، اثنين من الأحياء حي سلام وحي زهور تم تبليطها بنسبة 100%، والآن حي إيش قد الفترة اللي حتى كملت 100%؟ خلال سنة واحدة كملت سنة واحدة كملت 100%. هذا يعني المواد الأولية للتبليط من معامل خاصة عندكم؟ احنا يعني اعمال تسويه ترابيه واعمال حصل خابط، وكذلك اعمال الفرش الطبقه الاولى من اسفلت السبلايزر، وكذلك الطبقه الثانيه من اسفلت البايندر، كذلك الباور كير بار والسواقي ومعالجه وانخفاض وارتفاع المنهولات، وكذلك تنفيذ القليات، وكذلك اعمال الارصفه للمشات المقرنص كملت بنسبه 100% وباسلوب التنفيذ المباشر. مهندسين من مديريه بلديه اللطيفيه ومهندسين من مديريه بلديه بغداد ودعم من مهندسي محافظه بغداد وباسلوب التنفيذ المباشر. اما حي 14 تموز حاليا هو قيد الانشاء، نسبه الانجاز مالته 50 الى 60%، لا هاي باسلوب المقاوله اعلان المناقصه وحات باحدى الشركات التي تقوم بتنفيذها حاليا. الاحياء البقيه احنا طبعا كبلديه ماكو بلديه عندها امكانيه تبلط، هي لان هاي تخصصات ماليه كبيره جدا وما توجد عندنا احنا لا اعتمادات ولا سيوله نقديه، لكن محافظ بغداد السيد محمد جابر العطا المحترم دعمه المتواصل واللا متناهي لبلديتنا، ان شاء الله الاحياء البقيه اوعدنا خيرا انه خلال هاي السنه او بدايه السنه القادمه سيتم تنفيذها وتكمل البنى التحتيه في ناحيه اللطيفيه بنسبه 100%. انتم الحق تبلطون المنطقه خاصه المستحدثه، جد نسبة البناء بالمنطقة حتى تجدون تبلطون؟ هو ماكو قانون يحدد نسبة البناء، بس هي من تكمل المناطق يعني اذا 50% و40% ممكن احنا نعد بها كشوفاتها، وحتى اذا كانت ما بها ما مأهولة سكانيا بس مفروزة ومتقدمة خدمات الماء والمجاري بها كاملة ممكن احنا نباشر بعمل تبليطها. عندكم مناطق ما مكملين بها الماء والمجاري؟ لا، احنا مناطق اللطيفية كاملة كلها 100%. يعني هذا قبل 2003 ولا بعد؟ لا بعد 2003، ب 2017 كملت اعمال الماء والمجاري كل مناطق كل حدود بلدية اللطيفية كلها 100 بنسبة 100%، ماء ومجاري وكهرباء حتى الأقضية والنواحي والأرياف وش تفاصيل يعني؟ الأقضية الأرياف على الناحية مو على البلدية، يعني حدود بلدية على الناحية.
المهم بس الاماكن اغلب الاماكن او كل الاماكن كل ناحيه اللطيفيه كما الاعمال الماء والمجاري واعمال التبييض يعني ثلاثه احياء نقول احنا يعني وبقى احياء اثنين وان شاء الله هي في طور استحصال موافقات الاصول يعني ان شاء الله. حسيت مبارك الله بكم استاذ المار بشرونا انتوا المجاري والله استاذ احنا بالنسبه لمشروع المجاري غير منفذ لحد الان في ناحيه الوحده. الكل؟ الكل ناحيه الوحده. والاسباب ما بالنسبه لي انا جديد على المنصب استاذ يعني ما الاسباب القديمه ما صار في جديد المنصب استاذ تقريبا 9 شهور. 9 شهور. بس السيد المحافظ المحترم وعدنا خيرا وان شاء الله رفع المشروع لوزاره التخطيط حاليا وان شاء الله قيد التنفيذ قيد الاعلان. بس هي يعني بلديه الوحده او ناحيه او قضاء الوحده ما اعرف شو يسمونها ناحيه الوحده ناحيه الوحده نعم يعني مو مستحدثه قديمه جدا قديمه جدا صح ولا لا؟ نعم يعني لا بيها مجاري لا بيها مي يعني لا المي صار موجود شبكة مي فعالة وتشتغل والمجاري سكتة ثانية تمام هو هذا الموضوع خاطبتوه أكيد مخاطبات هذا مو اختصاص بس هذا اختصاص ذات المجاري بس بالتعاون مع البلدية قدرنا بس هي يعني تحت سلطتكم يعني اي تمام بس هو كمشروع تنفيذ ودراسه واعداد مجاري بغداد تتوقع بين لفتره معينه لو والله السيد المحافظ المحترم موجه يعني وكلش مهتم بهذا الموضوع صراحه بحيث هسه المشروع تقريبا وصل لوزاره التخطيط يتحول ان شاء الله للمحافظه يرجع يعني خصصوا له مبالغ وان شاء الله ينعلن ان شاء الله نهايه هاي السنه بحيث ان شاء الله استاذ اسماعيل يعني التقيت بعده مدراء بلديات يعني تحدثون عن معامل بجهد مديريات البلديات معمل اكياس معمل كبس النفايات عندكم تمتلكون هيك هكذا طاقات؟ احنا ما عندنا معمل للاسف ما عندنا اللطيفيه عانت ما عانت بالسنوات السابقه ولا تمتلك بلدنا اي معمل والبلديه بحاجه الى معمل اسفلت وكذلك معمل لتصنيع اكياس النفايات وكذلك لمعمل صب الكونكريت جاهز قدمنا كشف قبل ايام لاستحصال موافقه بانشاء معمل تصنيع الحاويات وان شاء الله في طور استحصال الموافقات الاصوليه سيتم تصنيع معمل بشكل بسيط لتصنيع الحاويات وتوزيعها على المناطق المخصصه لها. زين معامل يعني هاي طبر النفايات وين تروح؟ يوجد معمل لطبر النفايات في ناحيه اليوسفيه تابع الى قضاء المحموديه مديريه بلديه المحموديه يتم نقل النفايات لها بشكل يومي بشكل يومي. هذا مو مكلف يعني يكون؟ نعم هو ما يقارب يعني ذهابا وايابا ما يقارب يعني 28 كيلو متر مقطعي لكن ماكو بديل. آليات عندك كافية؟ الآليات كلمة كافية لا مو كافية بس احنا يعني تسد الحاجة يعني احنا كذلك حتى عند بعض الآليات شاركت في خدمة الزوار أبو عبد الله الحسين في محافظة كربلاء تم إرسال آلياتنا آلياتنا هاي كل سنة احنا نرسل آليات إلى محافظة كربلاء المساهمة وإسناد إلى مديرية بلدية كربلاء. بعد ما يغادرون الزوار من مناطقهم؟ لو لا 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 قبل الزيارة نرسلها وبعد الزيارة تنسحب من محافظة كربلاء تبقى يعني 15 يوم 20 يوم تبقى وتنسحب. جميل. أستاذ المرشد 40,000 نسمة. نعم. بعلو صلاحياتكم عمل على تقديم الخدمات 40,000 تحتاج الى اكيد يعني معمل طبر النفايات نعم كبس النفايات عفوا معمل اكياس تمتلكون له هم نفس الحاله مثل مجال مال صراحه احنا كطمر موقع طمر صحي يعني مؤقت عندنا نجمع بين النفايات وبعدين ننقلها الى موقع طمر موجود بالجسر دياله ناحيه جسر دياله نعم بالنسبه لمعمل النفايات جاهز ومنتج والحمد لله نوزع للمواطنين دوريا يعني يعني انا من دار اروح للجنوب واسط نعم جسر دياله المعبر اكو هذا النهر او فتشي يعني متوان ما بعد السيطره تمام قبل تمام حدود صلاحياتكم ما تين لا لا خارج حدود هاي مو هذا سألين هذا هاي بداية جرة النداف هاي تابعة أعتقد للأمانة أمانة بغداد نعم وهي المشكلة أنا دائما أروح الرائحة يعني قاتلة يعني الله يساعد العوائل اللي موجودة يعني شايف أكو أبنية بيوتات موجودة صحيح فأنا توقعت يعني تلومك يعني العفو صار هو المشروع
بس هو التوزيع العشوائي الظاهر يعني من انشاء المشروع المفروض يعني مناطق بعيد عن المناطق السكانيه، بس التطور السكاني والتوسع ادى لهذا الشيء. وصلت لي نقطه مهمه هي مشتركه ما بين الاساتذه الاثنين الموجودين بالصيدليه، هي عمليه الابنيه العشوائيه. قدمتوا لهم خدمات وفق القانون؟ وفق القانون احنا مناطق قصدك استاذ متجاوز عليها؟ متجاوز على ممكن على انبوب نفط، ممكن على 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 دوائر ما الدوله ياخذوها المواطنين وتوسعوا. اشوف هسه احنا في داخل العاصمه متوسع بهالطريقه. نعم. شنو الخدمات قدمتوا لهم وفق القانون؟ وفق القانون بالنسبه انه يعني نوع التجاوز الموجود يعني اكثرها قطاع مدارس انه ومناطق خضراء. يعني بالنسبه للخدمات هم اكيد كهرباء ومي ساحبين يعني ومشمولين بالتنظيف، لان هم اساسا داخل المدن، داخل المدينة، مو على أطرافها ولا خارج حدودها. فإذا نتركهم يعني راح يصير تراكم ويؤدي إلى تلوث يعني فظيع. عندكم يعني رنج معين مثلا الآن اكو توسع يصير مثلا. نعم. أنتم تلحقوهم قانونيا لو تتركوهم؟ حاليا التوجه التجاوز قبل 2015 ثابت، مجرود وثابت ومرفوع. يعتبر تحت السقف. تمام. التجاوز اللي بعد 2015 جانا توجيه أنه ينزال فورا، يعني أي تجاوز حاليا يصير. تم إزالة؟ ماكو تجاوز حاليا يعني ما صار هيك حاله، التجاوز كله قديم يعني اي ومجرود كله جرد كامل ومرفوع للجهات العليا. كل زين. نعم. استاذ اسماعيل والله الحمد لله وشكر، احنا بديت لطيفيه ما عندنا تقريبا تجاوزات. كل التجاوزات تم رفعها بمسانده القوات الامنيه كما قلنا السيد الاستاذ المقدم عبد الوهاب عمر فوج الثاني والسيد مدير ناحيه الاستاذ احمد سليم. وتوجد بعض التجاوزات خارج حدود البلدية، هاي تقديم خدمات لها يتم من قبل مديرية ناحية اللطيفية وليس من صلاحيات البلدية. ها مو من صلاحيات. لا مو بس لكن ماكو عندكم تجاوزات. ما عندي تجاوزات الحمد لله. بما انه تفضلت تحدثت عن موضوع جدا مهم، قضية متنزهات يعني انت يعني تفضل الاستاذ انمار قال يعني وصلت الى تجاوز الى مكانات عامة وحدائق وكذا. المتنزهات شلون عملتوا عليها؟ والله الحمد لله وشكر احنا بعد اكمال اعمال التبييض في حي السلام تم رفع المتجاوزين بصوره 100% من الحدائق والمتنزهات، وتم انشاء الحدائق والمتنزهات بشكل نموذجي، وتم تطوير المتنزهات السابقه وبعض المتنزهات غير الانشاء، وتم انجاز بعض منها. وحي زهر كذلك تم انشاء متنزه نموذجي بعد اكمال اعمال التبليط، وعند اكمال اعمال التبليط في حي 14 تموز كذلك سيتم الاهتمام والعنايه بالمتنزهات. جميل. استاذ انمار جنس الاراضي دائما انتم خاصه مناطقكم هي مناطق اغلبيه تكون زراعيه. نعم. اكو كثير من البلدان حتى في المحافظات حولت جنس الاراضي من مناطق خضراء تحولت الى مناطق سكنيه. اكو هسه حكم بالقانون قضيه المياه والسقي والتفاصيل، لكن هذا التحول الكبير ادى الى حاله من التصحر وشاهدناها خلال العام الماضي وهذا العام. وهي الاتربه اللي دخلت في بغداد والعاصمه وفي بعض المحافظات. كيف تتعاملون مع تغيير جنس الاراضي؟ استاذ هو بالمناسبه احنا كبلديه الوحده ما صار عندنا اي تغيير للجنس كتغيير رسمي، بس تجاوزات المناطق الزراعيه موجوده ومو من ضمن صلاحيتنا صراحه. يعني اراضي الزراعيه تعرف يعرف استاذ اسماعيل تابعه لوزاره الزراعه يعني عقود، بس داخل مثلا ضمن المحافظه مالتكم ضمن داخل الحدود ضمن التوسع، بس ما مستملكيها استاذ يعني عائدتها عقود مرتبطه بوزاره الزراعه، فاي تجاوز من صلاحيه وزاره الزراعه المفروض يعني تشتغل عليه وزيله. بالنسبه لنا اختصاصنا بس المناطق السكنيه او المناطق اللي متملكيها نقدر نشتغل على تجاوزها وكذا. اللطيفيه طبعا مهمه. احنا طبعا سيد المحافظ المحترم الاستاذ محمد جابر العطا اطلق مبادره قبل 3 شهور، مبادره 60 يوم، حمله 60 يوم. تمام. وبالقضاء على التصحر وانشاء الحدائق والمتنزهات وكذلك الملاعب. وقامت بلديتنا بإنشاء مشتل نموذجي، وكذلك قامت بإنشاء متنزهات عدد 4، وكذلك الملعب الرياضي بمساحة من
8000 متر مربع قامت بزراعته بالثيل والأشجار الدائمة والموسمية، ولكن نعاني والعراق كله يعاني من شحة المياه في نهر اللطيفية، وهذا ما سبب بعض هلاكات وعدم إكمال المزروعات بصورة كاملة بنسبة 100%، ولكن شحة المياه مأثرة تأثير سلبي على الحدائق والمتنزهات في بيتنا. وضعنا بعض الحلول للمعالجة منها حفر الآبار وكذلك السقي باستخدام الحوضيات، ولكن بسبب قلة المياه أثر سلبا على إكمال الحدائق. يعني نقول مثلا هاي البساتين يعني مو من صلاحياتنا داخل حدود البلدية، من صلاحياتنا خارج حدود البلدية صلاحياتنا داخل حدود البلدية مثل بساتين عما تتحولت إلى مناطق سكنية. احنا حتى التصميم الاساسي، التصميم الاساسي اذا كانت سكني فهي سكني، واذا كانت احنا تجريف البساتين تقصد؟ اي بل تجريف البساتين احنا ما عندنا الحمد لله وشكر تجريف البساتين. احنا قبل يعني الاسبوع الماضي احد المواطنين حاول انه ارض زراعيه يقسمها، وبنفس اليوم السيد امر الفوج مشكور والسيد مدير ناحيه وكذلك عقيد مالك مدير مركز شرطه اللطيفيه ارسل قوة معانا وقمنا بإزالة التجاوزات الموجودة على الأراضي الزراعية ومنعناهم منعا باتا من تجريفها وتقسيمها إلى قطع سكنية. سادة المار يعني أنتم بالبلدية أكيد بالإدارية نحتاج أنا أريد آخذ إجازة بناء. نعم. شنو الآلية كمواطن حتى ممكن أستحصل على إجازة البناء؟ والله الآلية المتبعة بكل البلديات انه يقدم طلب يرغب به يستحصل اجازة بناء الى مديرية بلدية ولا مديرية بلدية مثل اي بلدية نفس الاجراءات مستمسكاته يعني هاي الامور انه المفروض انه الارض اللي يطلع عليها كشف المفروض ما متجاوز عليها يدفع تأمينات. يعني هم هذا الجائزة 25 مو جاكوس؟ لا لا هذا العقد 25 اكو عقد 23 ذاك عقد الشراء عقد التمليك. لا لا الإجازة لازم هم عقد شراء عنده 25 المفروض. هذا قبل اي تمام. صورة قيد. صورة قيد سنة. سند. صورة قيد. سند. المفروض 25 يقدم طلب وإجراء كشف موقع على القطعة انه المفروض ما متجاوز عليها. نعطي ورقة خاصة بموافقات دار الدولة المي كهرباء اتصالات وبعدها نصدر له إجازة بعد دفع التأمينات ويعني شلون تضل بالغرامات المالية؟ الغرامات اكو سقف للغرامات من 200,000 لمليون يعني. نعم. فحاليا احنا وضع الناحية تعبان يعني شو تغرب مني؟ احنا نستعمل الأدنى صلاحياتكم هي طبعا اي تمام صلاحية مدير وحدة إدارية مدير بلدية لا مو مدير بلدية احنا نكتب السيد مدير ناحية ومدير ناحية حددها اكو جدول يعني البناء بصورة بدارين بقطعة واحدة أو بناء بتلو أو يوجد جدول من الوزارة موجود ومدير راح يحدد الغرامة وإحنا نستوفيها. عندكم تعاون مثلا صندوق الإسكان مثلا تعرف مؤسسة بمؤسسة بدار الدولة هواي تبدد من قضية هذا عرقلة بالعمل تفاصيل. إحنا ويا ما عندنا تعامل صندوق الإسكان بس هو المواطن يعني ما يأخذ قرض من صندوق الإسكان إلا يحصل إجازة بناء. فالمواطن إحنا إجازة البناء تمنح إحنا خلال 24 ساعة من إجازة بناء. ممتاز على يوم واحد. نعم. يوم نعم. تكمل. وفق شروط قانونية. أكيد طبعا أكيد يعني موافقات طبعا هو يدفع تأمينات 450,000 دينار لرفع الأنقاض بعدين إكمال عمل. تعود للمواطن 450 دينار وكذلك يعني يدفع للماء والمجاري والاتصالات يختمها ومعامله اجراءات روتينيه ومسح بلديه يقوم باجراء الكشف على القطعه وتمنح له خلال يوم واحد تمنح له. ممتاز. استاذ المار انتم بالبلديه عندكم بالتاكيد عمال خدمات يعني. نعم. شلون اجور العامل عندكم مثلا اجر يومي مثلا لو عقد لو اكو تعيين؟ احنا عندنا اجور يوميه على حمله التنظيفات اللي مموله من المحافظه محافظه بغداد. هاي اجورها مباشره؟ هاي اجورها شهريه. نعم نعم تصرف لكل بلديه وبالتالي نوزعها للعامل يعني مبلغ بسيط هو 10,000 باليوم. باليوم. ما يشمل طبعا الجمعه بالمناسبه. ماكو جمعه. ماكو جمعه. يا بس شامل العطل يعني. زين.
بالنسبه للتعيين التعيين احنا تقريبا 67 موظف وتقريبا 60 عقد في 40,000. اي نعم مسيطرين على وضعنا والحمد لله. هم ال 40,000 مو مره واحده يجون للبلديه وكذا، لا وضع يعني هنا. عدد انا اقول بينكم نسب يعني حتى بالجامعات يقول لك 20 طالب على تدريس واحد يكون تمام. يعني هذه ال 40,000 مثلا تمام. هم قادرين على اداره العفو هذا العدد قادر على اداره. احنا نجي نربط عدد السكان بالخدمات اللي نشتغل على اليات البلديه خلينا نقول كاداريات مسيطرين عليها 100%. بالنسبه للاليات الحمد لله احنا عندنا اليات كافيه والحمد لله هذا تدي عملها. يعني تقريبا يوميا 17 اليه تطلع تحمل نفايات الاحيانا كل قاطع تقريبا 7-8 كل قاطع تعرف يعني مرات تصير عضلات يصير توقف وقتي ونستمر بالعمل اضافه للجهد الثقيل طبعا اللي قلابات وشفل ايضا تشتغل بالتنظيفات. استاذ اسماعيل ما هي المعوقات اللي عندك هسه من ناحيه اكيد ناحيه الطفل في عدم معوقات ما دائره بدوائر الدوله ما عدم معوقات يصير يحل العبارة اكو جهات غير متعاونه فانت اكو يقول انا عندي جهات تعاونت وياي ذكرتهم جزاكم الله خير لكن اكو اكيد جهات غير متعاونه انت شو تناشد اليوم من خلال هذا البرنامج؟ اولا نعرف هي المعوقات ونعرف الجهات. احنا المعوق الاساسي والرئيسي اللي يواجه اغلب البلديات اطراف بغداد هي المعوقات اللي باستملاك الاراضي الزراعيه واللي هي نتمنى ان من وزاره الزراعه فسخ العقود الزراعيه للاراضي داخل حدود البلديه والاعاز الى وزاره الماليه لغرض استملاكها من قبل البلديه. هذا السبب الرئيسي. هذا طبعا يمنح البلدية صلاحية تقديم الخدمات من تبليط من إنشاء حدائق من إنشاء متنزهات. أنت إذا الأرض مو باسم البلدية لا يجوز قانونا أن تقدم لها الخدمات. فمن تحول باسم البلدية تقدم خدمات تبليط تقدم إنشاء حدائق إنشاء متنزهات إنشاء ملاعب. هذا سبب رئيسي حتى توزيع القطاع الأراضي للمواطنين البلدية اللي تستملك. بالمناسبة احنا بلدية لطيفية ان شاء الله بالايام القليلة القادمة يعني نقول خلال شهر او شهرين ستقوم بلديتنا بتوزيع قطع اراضي سكنية للمواطنين للشرائح المشمولة ما يقارب عندنا 3500 قطعة سكنية سيتم توزيعها المرحلة الاولى والمرحلة الثانية كذلك ما يقارب 1500 قطعة سكنية كذلك المرحلة الثانية. الشرائح المشمولة هاي اللجان طبعا بمداولة ويا السيد محافظ بغداد المحترم يعني شرائح الشهداء الحشد الشعبي او الارامل او التدريسيين او الاطباء طبعا النسب تكون بشمول مثلا نسبة 10% من حسب اللجان المختصة وحسب توجيهات السيد المحافظ المحترم. هم قدموا يعني كلهم مقدمين عندنا تقديم يعني العدد يعني وصل ما يقارب 20,000 نعم بس هنا يعني صار بنظام القرعة يعني وحظه حلو يعني. هاي الوجبة الأولى الوجبة الثانية إن شاء الله يعني خلال سنة تكمل إجراءاتها أهم تقريبا 1500 إلى 2000 قطعة سكنية نوزع. هاي إحنا مستملكين هاي الأرض مستملكة وما البديهة هي يعني من التسجيل العقاري بس لغرض تسليم السندات يعني صار شهر يعني تقريبا من التسجيل العقاري. مشكورين هم يأدون عملهم بس هو 3500 قطعة سكنية مو سهل صح. إكمالها بس إذا نكمل استملاك لا أصلا بالآلاف ما قطع سكنية إذا وزارة الزراعة شوية تساعدنا وزارة المالية تساعدنا ونستملك الأراضي تساعدنا بالآلاف قطع أراضي سكنية نقدمها للمواطنين وكذلك نقدم خدمات من تبليط من إنشاء حدائق متنزهات وملاعب رياضية. وهذا بدي أوصل لك لهذا السؤال بأنه هاي القطع الأراضي بالتأكيد هي ما تبقى أرض قاحلة يراد لها خدمات. هل رصدتم ميزانية لإقامة خدمات أو مو أنتم يعني المحافظة رصدت ميزانية لتقديم خدمات هذه القطع الأراضي؟ حاليا ما ترصد الأراضي مو باسم بلدي اللي يتم استملاكها لو استملكت لكل حد هم راح نبقى على الميزانية ننتظر. إي أكيد قطع الأراضي يعني هسه اليوم يعني استبشرنا خير
استاذ اسماعيل طرح بينه وجبه اولى وجبه ثانيه. نعم. هاي الوحده اي من عندكم وجبات؟ استاذ احنا بالنسبه لنا قلت لك عندنا 163 دولار تقريبا قيد الافراز. هم مرتبطه بعده دوائر، عندنا شركه شراكه بقطعه الارض هاي ويا وزاره الماليه ويا الوقف الشيعي. فالمفروض نطلع لجان مشتركه بس وصلنا هاي المرحله ان شاء الله انه نفرز وناخذ حصتنا اللي هي 163 دونم. وعندنا تصميم كامل لها وعدد القطع 625 قطعه. يعني احنا مستملكيها العفو استاذ، بس مجرد موافقه السيد المحافظ على التصميم نستلم سندات وينتهي الموضوع. الوجبه الثانيه العفو استاذ عندنا توسع جديد تقريبا 1200 قطعه جار العمل عليه ان شاء الله، بس يعني ما اعتقد بهاي السنه، بدايه السنه القادمه ان شاء الله. هذا نفس القضيه استاذ اسماعيل، هاي الشرائح مختلفه وبنسب معينه. اي تمام. هو القانون يسعى الكل؟ اكيد على الكل يعني. هي المعروفه الشرائح استاذ، هي الموظفين، شرائح الشهداء، السياسيين، السجناء السياسيين اللي حتى اللي مشمولين على الماده 140 المهجرين. ايضا مشمولين. القوات الامنيه، القوات الداخليه، التدريسيين، صح. المعلمين، الاطباء، الجيش الابيض، يعني فئات كثيره يعني. احنا بالمناسبه مستلمين كتب رسميه يعني انه نوفر لهم هيك قطع وكذا. هاي القطع اكيد على 250 مثلا مو تمام؟ بالنسبه للاصلي راح نعمل. جيد. استاذ انمار بالنسبه للتعاقدات يعني هسه انت بتتعاقد وين قوي صح مو انت الجهدي تتعاقد مو الجهدي تتعاقد لكن من المسؤول عن انجاز عمل المقاول؟ اكيد يعني انتم عندكم فتره زمنيه، الطرف الاول متعاقد مع الطرف الثاني في اوقات محدده. نعم. هناك شروط جزائيه. شلون بتتعامل من اللجنه المخوله بمتابعه عملها؟ احنا المفروض المشروع من يتعاقد عليه ويستلم نسلمه كبلديه، نسلمه موقع العمل زين، واكو لجان اشراف سواء من عندنا او من بلديه بغداد او بالتعاون مع باقي البلديات. لجان تشرف على العمل وتتابعه. عندنا مخطط تقدم عمل ضمن المخطط من يصير يعني اكو مرحله تلكؤ واكو مرحله يعني فشل تاخر. صح. فاحنا هسه احنا مثلا عندنا مشروع تبليط حاليا شوارع رئيسيه فقط لعدم وجود مجاري، طبعا فقط الشوارع الرئيسية تقريبا بحدود 10,000 متر مربع. جيد. يعني كمية مناسبة وتعرف المنطقة كلها منبلطة يعني، فهاي شوارع رئيسية خدمة للناس يعني. يعني منفذ مهم يعني. منافذ لكل المناطق يعني ربطناها بشبكة بحيث المواطن يقدر يتنقل براحته. خاصة بأجواء الشتاء وكذا طبعا والمناطق الزراعية وتفاصيل. أكيد. جيد. عندكم استاذ اسماعيل بلاك ليست بالنسبة للمقاولين؟ لا تسمح لي احب اوضح نقطه. حضرتك سالت من المسؤول على فشل المشاريع. انا احب اضيف نقطه مهمه، الكل مسؤول، الكل مسؤول ابتداء من المواطن الى اعلى سلطه في البلد، الكل مسؤول. سادتك المواطن يقول هاي هي شركه ممكن المهندس المشرف والمهندس المهندسين المشرفين هم من المستحيل انه 24 ساعه واقفين على العمل. والعمل الضخم يعني ما هو يعني ممكن يقف في شارع واكو عمل في شارع ثاني. فاذا المواطن شاف اي خلل ممكن يوصله للمهندس، واذا المهندس ما استجاب له ممكن يوصله لمدير البلديه، واذا مدير البلديه ما استجاب له ممكن يوصله لمدير الناحيه، وممكن يوصل مدير بلديات بغداد. احنا ببلديه لطيفيه شكلنا غرفه عمليات برئاسه مدير الناحيه، وكل الدوائر الخدميه صار مقرها في قلب المشروع في مركز ماء اللطيفيه، وبشكل يومي حضور رؤساء الدوائر الخدميه، والباب مفتوح لكافه المواطنين لسماع شكواهم ووضع الحلول لها ومعالجتها الفوريه. والحمد لله والشكر طبعا هاي صار عندنا انجاز بها مذهل يعني صراحه. قلنا المشكله يعني حتى ما حد يقول هاي مو شغلي. احنا ابو المجاري موجود استاذ هيثم نوجه له تحيه، استاذ ابو عمر مدير مركز ماء اللطيفة نوجه له الف تحيه كذلك، واستاذ حامد مدير كهرباء كنا موجودين وعلى راسهم استاذ احمد سليم مدير الناحيه. كل مشكله نسمعها نسجلها بسجل ونضع لها الحلول ون يعني نشوف الخلل وين ونعالجه.
عالجنا كل الخلل. عندنا كانت أعمدة موجودة، أعمدة كهرباء موجودة في قلب الشوارع تم نقلها، وعندنا بعض الانسدادات بالمنحورات تم فتحها، وعندنا بالماء بعض المناسب أنابيب المياه تم خفضها، وتم إكمال كافة معوقات تم معالجتها. فإحنا نرجع ونقول الكل مسؤول، كل مسؤول بالتأكيد، لكن شوي خفف على المواطن المواطن هو المستفيد بالتأكيد. ماكو مواطن يستفيد من خدمة منطقته، سحنا نقول بعدين نأخذ البلد الأم، نبدأ من الصغير ثم الكبير. يعني هاي المنطقة أكيد هو المستفيد، المواطن يبحث عن تقديم الخدمات. يعني إذا تعرقل ويجيش مثلا مقاول يتأخر بعمله يقول لك أنت ما لك علاقة بالمواطن، أنت لك خدمات وهي موجودة عندنا يعني في كل أماكن. نعم. المسؤول المباشر هم من يقيمون على هذا المقاول. عندكم إشكاليات وجدتوها في بعض المقاولين، أنتم عندكم أعمار مستمر؟ أنا الحمد لله ما عانينا أي مشكلة ويا المقاولين. إحنا الأحياء السابقة حي السلام حي الزهور بأسلوب تنفيذ مباشر، لجان مهندسين من مديرية بلديات بغداد ومن محافظة بغداد ومن مديرية بلدية اللطيفية قامت بأسلوب تنفيذ مباشر، فما وجدنا أي مشكلة. حاليا العمل عندنا في تبريد حي 14 تموز بشركة مقاول يعني، وما عندنا أي مشكلة الحمد لله. وفق المواصفات؟ وفق المواصفات أكيد، وفق المواصفات، وإحنا كلها يعني فحوصات مختبرية، أي مادة تنزل بالأرض أي مادة تكون ضمن فحوصات مختبرية، وحصرا في مختبر جامعة بغداد. حصرا في نعم في مختبر جامعة، وحصرا حضور مخاول من جامعة بغداد، وبحضور مهندس المشرف مهندس المقيم، وبحضور كل لجان الإشراف لجان المتابعة. والعمل الحمد لله والشكر إن شاء الله موفقين. أستاذ أنمار مقتنع بأداء بلديتك ولو أنت عمرها صغير يعني؟ بالمناسبة أنت مطيتني مجال شوي أحكي على إنجازات الجانب المظلم. تحدث مو مظلم يعني جانب مظلم إجبار يعني جل. مشكلتنا مشكلتنا الأكبر هي موضوع المجاري. لا أنا أكبر بيكم يعني أساتذة. نعم. أكبر بيكم بأنه أول ما قدمته هي معقلات، أول ما قدمت من بداية صحيح. الحلقة إلى ما يقارب نهاية الحلقة قدمت احتياجاتكم بالنسبة لمواطنيكم، هذا يعني بصراحة أكبر لكم هذا. الآن نتحدث بدقائق قليلة عن إنجازات. نعم. المشكلة قلت لك أستاذ إنه المشكلة الأكبر هي المجاري، ما بعدها تنفتح الأمور كلها يعني تجي المشاريع وكذا. بالنسبة لحملة 60 يوم للطاقة السيد المحافظ المحترم، أهلنا حديقة تقريبا 4000 متنزه العفو عائلي مساحة 4000 متر مربع، وأنشأت حديقة تقريبا 2700 متر مربع ومشتل نظامي اللي كان أصلا ما موجود. إحنا عبارة عن كانت المنطقة كلها عبارة عن حديقة واحدة وغير مؤهلة يعني متروكة من دثرة. تم إعادة تأهيلها إن شاء الله والحمد لله. العوائل بدأت شوية تطلعكم متنفس متنفس بالضبط. الجانب الآخر عندنا يجوز ما موجود بباقي البلديات، عندنا مشروعين استثمارية، مشروع شركة الفاتح اللي هو البناء الأفقي وحدات سكنية، المشروع الثاني شركة ريحانة اللي بناء العمودي. من كم وحدة سكنية؟ تقريبا 700 وحدة سكنية بالنسبة للشركة. بداية خير هذا يعني بداية جيدة. لا الحمد لله، هي هذا مشروع مشاريع قديمة بس متلكية اللي بهذه السنة تقريبا بال 2022 صار عندهم شوية مشاكلهم حلوها ويا هيئة الاستثمار، والحمد لله مشت الأمور وتقريبا على وشك الإنجاز مشروع ريحانة البناء العمودي. أحسنت، جزاكم الله خير الأستاذ المهندس أنمار ناظم مدير بلدية وحدة، شكرا لحضورك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. من نجي على الكوت نمر نشوفكم كل الهلال ان شاء الله، نشوف هاي البلديه تزهو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قادم افضل ان شاء الله. يا الله ان شاء الله ان شاء الله. الاستاذ المهندس اسماعيل لفته مدير بلديه اللطيفيه، شكرا لحضورك، شكرا لتقديم خدمات. طبعا كل البلديتين اكيد الزوار يجون عن طريقكم، وهذا فخر ما بعد فخر ان نكون خدم الزوار للامام الحسين. شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، ونشكر مرة أخرى السادة الضيوف والسيد مدير بلدية بغداد الأستاذ ياسر القرشي على إتاحة الفرصة والتعاون الكبير بصراحة بإنجاز الحلقات اللي هي لمعرفة مستوى تقديم الخدمات للإخوان في مديريات بلديات بغداد. إن شاء الله السبت القادم
نلتقي وحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم السبت الساعة 9 مساء. تقبلت حياتي أنا معدوم مقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى، في أمان الله.